السلام عليكم. هروب لنتنياهو لغرفة العمليات، والنظام الأردني يصطدم مع المتظاهرين، وعضو كونغرس أمريكي يكشف عن قناعته بقصف القطاع بالنووي كحل نهائي. لماذا استعانت البحرية الأمريكية الموجودة في البحر الأحمر بأطباء نفسيين؟ والحقا الحرب العالمية الثالثة ستندلع بعد عامين كما أعلنت بولندا. إن كنت تحب متابعة الأخبار أولا بأول، اشترك في القناة وفعل الجرس. نتنياهو يتحدى المجتمع الدولي، وأعلن أنه سيمضي في خيار اقتحام رفح، وأضاف أن الضغوط الدولية بما فيها الضغوط الأمريكية لن تقف أمام أهداف الحرب. وأشار نتنياهو إلى أنه قال لبايدن: نقدر الدعم الأمريكي، لكن هذا لا يعني أننا نخضع للضغوط ونقاتل في رمضان ومستمرون في المعارك، وهذا يعني أنه لا يوقفنا أي شيء. هذا التحدي للإرادة الدولية، لسيما مجلس الأمن الدولي الذي أصدر قرار بوقف إطلاق نار مؤقت خلال رمضان ولم يستطع المجلس تنفيذه أو الضغط للالتزام به، يوضح تماما غلبة القطب الواحد، القطب الغربي، وأن عالم متعدد الأقطاب قادر على تطبيق قرارات مؤسسة دولية كمجلس الأمن ما زال ضعيف في المواجهة. نتنياهو يحاول خلال تصريحاته المراوغة أن هدفه القضاء على الحركة حا، ومع أنه أكثر واحد يعلم أن ما يقوله شبه مستحيل، لكن هي الفزاعة الوحيدة التي يراها أنها تضمن له البقاء مدة أطول على الكرسي، خصوصا أن الداخل يطالب بإسقاط حكومته وإجراء انتخابات مبكرة، وكل مرة يبحث عن مبرر والهروب من هذه الضغوط. بس الحركة الأخيرة له مثيرة للضحك للأمانة، بعد إعلان مكتب خضوع لعملية جراحية مفاجئة بعد فحص دوري كشف وجود ايش؟ وجود فتاق. هذا المرض لا يكتشف بالصدفة، وحنا نعمل انفسنا نحنا مش عارفين. المهم القصة وما فيها هروب من ضغوطات اهل الاسرى بوقف الحرب ودغدغة مشاعر علشان يخفوا عليه شوية. رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن انه سيخضع لعملية جراحية عاجلة لعلاج الفتاق بتخدير كامل، فيما سيتولى نائب رئيس الوزراء ووزير العدل يريف ليفين مهام رئيس الوزراء خلال فترة الجراحة والعلاج. المهم التظاهرات في الدولة الطارئة تتصاعد وتتمدد، وكان من إحدى الخطوات التوجه لمنزل النتن وإحراقه، وتشهد المظاهرات مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين، ويتم فيها اعتقال عدد منهم، واتهم مسؤولون أن هناك إيش؟ مندسين. لكن من من؟ مندسين من من؟ ما وضحوش. أهم حاجة إيش؟ مندسين وبس. في الجوار مشهد مشابه لنفس الهدف مع اختلاف الغاية. في إسرائيل التظاهرات تريد وقف الحرب من أجل سلامة الأسرى وإعادتهم بصفقة، وفي العاصمة الأردنية عمان تظاهرات حول السفارة الإسرائيلية لوقف الحرب وإنقاذ الأهالي في القطاع من الإبادة والجوع. طبعا الاحتجاجات في عمان تتوسع بسبب استمرار العمليات العسكرية في غزة وارتقاء أرواح الأطفال والنساء كل يوم، وعدم تنفيذ إسرائيل قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار خلال ما تبقى من أيام شهر رمضان. على فكرة اصطدام الأمن الأردني مع المتظاهرين واعتقالهم بقسوة خصوصا الشابات سيوسع دائرة التظاهرات ويرفع سقف المطالبات. كانت المطالبات تقتصر على وقف الحرب ثم طرد السفير الإسرائيلي، وارتفعت إلى إسقاط اتفاق وادي عربة بين الأردن وإسرائيل عام 94. من الأفضل للنظام الأردني الابتعاد عن القمع ليتدارك انفجار الشارع بشكل أكبر، كما أن بإمكانه استغلال الاحتجاجات على المحفل الدولي لصالحه. يبدو النظام الأردني قلقا من أن تذهب مطالب التظاهرات إلى ما هو أبعد من ذلك. حالة القمع التي نراها اليوم قد تكون نتائجها سلبية، بل وسلبية جدا. بناتي العربوكو. على العموم المملكة المغربية أيضا شهدت مظاهرات في عدة مدن كبرى مثل أغادير وطنجة وغيرها، وتم تداول مقاطع لمواجهات بين الأمن والمتظاهرين. على فكرة هذه الاحتجاجات تكشف أن التطبيع ليس محطة إرحاب الشعوب ويمثل الأنظمة الحاكمة فقط، لكن ركزوا، إذا سادت ثقافة عدم الاهتمام بالقضايا الدينية والقومية تستطيع الأنظمة ترسيخ وقبول التطبيع، كما نجحت بعض الأنظمة وغيرت ثقافة شعوبها. ومع ذلك
يبقى الدور على النخب الثقافية. المهم، ما نشاهده اليوم لا علاقة له بتباينات بالمواقف أو اختلاف وجهات نظر، إنما هي إفرازات مهمة ولها تأثيراتها على مستوى المنطقة والمرحلة القادمة، عنوانها إيش؟ مع أو ضد. طبعا الموقف اليمني تجاه غزة لا يزال كابوس الغرب وقواته في البحر الأحمر، وهذا الكلام مش من عندي نهائيا. لو تتابعوا هتسمعوا حتى من قادة عسكريين غربيين، آخرهم كان النقيب مارفن سكوت قائد أسراب الطائرات الحربية لحاملة الطائرات الأمريكية USS آيزنهاور، حيث قال لقناة العربية إنجليش: اليمنيون حققوا تقدما تكنولوجيا كبيرا في صواريخهم البالستية المضادة للسفن، لهذا هم التهديد رقم واحد لنا في المنطقة. وأهم ما كشف عنه هو وجود متخصصين في مجال الصحة العقلية وطبيب نفسي وعديد من الأطباء في البحرية الأمريكية يعملون على رفع معنويات البحارة الأمريكيين بسبب الهجمات اليمنية في البحر الأحمر. ركزتم ما هو طبيعة عملهم؟ رفع المعنويات. يعني الهجمات اليمنية أنتجت إلى جانب الفشل العسكري انهيار في أوساط جنود البحرية الأمريكية، وهذا جانب من أهم الجوانب عسكريا. ليش؟ لأنه لا يوجد جيش معنويات جنوده هابطة يستطيع أن يحقق شيء، فما بالكم بجيش معنوياته منهارة. القطاع والمواقف المساندة لأهله وضعت الأمريكيين في مأزق لدرجة أن أصبح بعضهم يتفوه بالمحظور، ولأنه أمريكي بيشوف نفسه أنه فوق القانون. تخيلوا عضو كونغرس أمريكي اسمه تيم والبرغ عند سؤاله حول مساعدات لغزة قال: الحل نحولها إلى هيروشيما أفضل. هذه قناعة صناع القرار في أمريكا، ليس لغزة فقط، لا لا لا، إنما لكل دول المنطقة. اسمعوا إيش قال. It's killed by this. We need to get humanitarian aid into Gaza. I don't think we should. I don't think any of our aid that goes to Israel to support our greatest ally, arguably within the world, we shouldn't be spending a dime on humanitarian aid. It should be like Nagasaki and Hiroshima. هذه النوايا تجاه الجميع وليست قناعة عند السياسيين الأمريكيين فقط، حتى عند العامة. وكان هناك مقطع آخر تم تداوله لمواطن أمريكي رافع لوحة مكتوب عليها: اضربوا غزة بالنووي الآن. لكن الجميل أن هناك من رد عليه، تابعوا. يحملوها ثقافة عندهم، لهذا أي تبرير يعتبر مغالطات ولن يكفوا إلا إذا واجهتهم ثقافة مقابلة. هكذا من الآخر. والذي منتظر للحرب العالمية كحل، أحب أقول له أنه رئيس وزراء بولندا بشر بها. رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك قال في تصريحات إعلامية: الحرب العالمية الثالثة لم تعد شيئا من الماضي، بل أصبحت واقعا قد نعيشه في أي لحظة، وعلى العالم قبول هذه الحقيقة، ولا أريد إخافة أحد. العامان المقبلان سيحددان كل شيء. الشخص هذا من الفئة التي تعتبر الحرب الروسية الأوكرانية مفتاح الحرب العالمية، وبوجهة نظره أوروبا تعيش حقبة ما قبل الحرب العالمية. في هذه النقطة أنا أتفق معه. في ختام الحلقة، تقبل الله صيامكم وأعمالكم الصالحة، وإلى اللقاء، أراكم في حلقة جديدة مع مسجدات جديدة.